المنهجية كمكتب حقوق الإنسان لديه وحدة رصد وتوثيق، ولديه راصدين في جميع الوديديات يقومون برصد وتوثيق جميع الانتهاكات وفقا للمعايير الدولية من الاستقصاء والتحقق ولمقابلة الضحايا وأهاليهم، وأيضا هناك استمارة خاصة معدة لهذا الغرض. المنهجية سليمة ودقيقة وتتم وفقا للمعايير الدولية. بالنسبة للملخص التنفيذي، الأرقام هي مفجعة، الأرقام مهولة جدا بالنسبة لانتهاكات الطفولة. الميليشيا الحوثي تنتهك يعني تقوم وترتكب بالانتهاكات الستة الجسيمة الذي حددها القانون الدولي، وهي ما تقوم به هذه الميليشيات من قتل للأطفال وتشويه، وهو ما تقوم به عبر المقذوفات الصاروخية والصواريخ البالستية والألغام الذي تزرعها في كل مكان تصل إليه، أيضا القتل المباشر. ورصد التقرير 1028 حالة قتل وإصابة للأطفال فقط خلال فترة التقرير، وما يرتكب على أرض الواقع هو أكثر بكثير من هذا الرقم، لكن هذا ما استطاعت فرق الرصد والتوثيق الوصول إليه. هناك أيضا انتهاكات. أنت أشرت أستاذ فهمي إلى خلال هذه الفترة، الفترة هذه من أكتوبر إلى ديسمبر، أم أن هنالك فترة أخرى يعني لم يفصح عنها تقريبا؟ هي فترة 6 سنوات، الفترة 6 سنوات. نعم. الأرقام هي أكثر بكثير من هذا الرقم، لكن هذا ما استطاعت فرق الرصد الوصول إليه، يعني هذه حالات موثقة ومرصودة. أما لأن هناك الكثير من الضحايا من أهالي الأطفال يمتنعون عن الحديث ولا يفصحون عما يرتكب ضدهم، سواء من قتل أو إصابات أو تشويه أو تجنيد أو حرمان من الخدمات، يمتنعون. البعض منهم ما زالوا في مناطق تخضع لسيطرة الحوثي، وأنتم تعرفون القمع والبطش والإجرام الذي تقوم به هذه الميليشيات ضد كل من يخالف رأيها أو يعارضها.